السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تقدمي. لا هذه بلعة، هذه شطر، سيلاري يعني سيلاري 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 هاي طبعا جاهز. هذا ممتصين حتى هم على عبد، هذا بلع، هذا ميت، وهذا ممتصين. كانت حتى تحفر المرة لازم نبدل الشطبات الأربعة. نسمع الصوت هذا، الصوت هذا هو تنفيس في الانجكتور، يعمل تنفيس هذيك ماشي، كأنه حاجة تضرب في المحرك الداخلي. لا هو تنفيس، هو مجرد ما نصب عليه الماء شوفوا يسكت. يزيد ها انت، انا سكت مع الشفم خاطر علاش غطيناه بالماء. شفتوا من هنا، شفتوا الهواء من الخارج، شوف الهواء من الخارج، هذا كان يخاطر الانجكتور يتنفس. ما سكت تو، يشيح من الماء يعاود يعمل ترشيقة هذيك. هكا تو يلزمنا هذاك، يا اما نحلوه نبدلو الروندير نتاعو ولا نحاولو نكبسوه نشوف. تو نرجع ياسر، تو هنا كبسناه شوية، ربطناه شوية وما عادش يتنفس، ما عادش فماك الصوت هذاك تسمعو فيه، ما عادش يتنفس لأن كان يتنفس هو، والآخرين ما يتنفسوا. يعني هي كان مرخوف شوية، كي كبسناها ما عادش فما صوت هذاك، هكا الضربة هذيك كأنها حديدة. لا هي هواء، هو خارج من الانجكتير. وصبينا عليه شوية ما عادش فما صوت. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.